العقم للرجال بالأعشاب. الأمراض المرتبطة بالعقم عند الرجال: تصاب الخصيتين ببعض الاضطرابات، مرض السكري يقلل فرص الإنجاب، والفشل الكلوي الذي يصيب الزوجين، واعتدالات قد تصيب الكبد، والتهاب مزمن في الجهاز التنفسي. أسباب العقم: إصابة الرجل بمرض مزمن الذي يقلل فرص الإنجاب، انسدادات في قنوات الحيوانات المنوية، وجود مشاكل في الكروموسومات والجينات والوراثة، وتعاطي المشروبات الكحولية والإسراف في التدخين. العلاج: تغلى الحلبة وشربها مرتين يوميا، يخلط حبة البركة وبذور الفجل، يخلط حبة البركة وبذور الفجل والحلبة، نتناولهم يوميا. يعد نبات القراص من أهم المنشطات الجنسية، يعزز وظائف الغدد والكلى. شراب منقوع الحلبة المغلية وخليط الزعفران والزعتر والميرمية المغلية، وتقوم أوراق الجينكا على زيادة الانتصاب، وعصير البصل مخلوط بالعسل يوميا.